تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. عثر علماء الآثار بولاية دينيزلي غربي تركيا على إبر عظمية وأحجار مستديرة لصنع الخيوط يعتقد أنها استخدمت في أعمال الحياكة قبل 8600 عام. وكشف عن هذه الإبر فريق بإشراف الأستاذة فوليا داداوغلو المدرسة في قسم علم الآثار بجامعة إيجا التركية. ويشارك في أعمال البحث أكاديميون من عدة جامعات تركية بالإضافة إلى مختصين من وزارة الثقافة والسياحة. قدمت حديقة حيوانات طوكيو الجوز المثلج للسناجب لتخفيف من حرارة الصيف، وبذلك حصلت السناجب على طبقها المفضل في فصل الصيف، حيث أعد القائمون على رعايتها الجوز المجمد في مكعب ثلج لمنحها بعض البرودة في حر الصيف، حيث ابتكر إينو تشويكاي وهو المسؤول عن رعاية السنجاب في الحديقة فكرة الطعام البارد منذ عدة سنوات، وهو يقوم بتقديمها كل صيف منذ ذلك الوقت. تمكن المواطن التركي محمد دينيز البالغ من العمر 80 عاماً في مشوار حياته الحافل بطلب العلم من الحصول على 5 شهادات جامعية، فضلاً عن إتقانه اللغتين الروسية والألمانية ومشاركته في العديد من الدورات والبرامج التعليمية. وبفضل إصراره على التعلم وصل دينيز وهو والد لابنين وجد لحفيدين، وصل سعيه وراء الحصول على قدر أكبر من التعليم الجامعي، وهو يخطط للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في العلاقات العامة. صنع الشاب العراقي عمر جليل من محافظة سليمانية دراجة هوائية عملاقة بهدف التشجيع على استخدام الدراجات الهوائية في التنقل، بالإضافة إلى أن هذه الرياضة توفر المتعة للكبار والصغار ولا تكلف إلا خسارة السعرات الحرارية التي تعود بالمنفعة لمستخدمي الدراجات الهوائية. دخل زوجان من إكوادور موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقدم زوجين على قيد الحياة في العالم، وفتح الزوجان أبواب منزلهما في العاصمة الإكوادورية كيتو أمام وسائل الإعلام لتتمكن من معرفة السر وراء المحافظة على زواجهما الذي دام 79 عاماً. وتزوج خوليو البالغ من العمر 110 أعوام من والدرامينا البالغة من العمر 104 أعوام، تزوجا عام 1941 وكرسا حياتهما للتعليم وأنجبا 5 أطفال، ولديهما 11 حفيدا وحفيدة و21 من أبناء الأحفاد و9 من أحفاد الأحفاد. قامت شركة سكاي درايف اليابانية من بين عدد لا يحصى من الشركات التي لديها مشاريع السيارة الطائرة حول العالم، قامت بتنفيذ رحلة تجريبية ناجحة، وإن كانت متواضعة على متنها شخص واحد فقط على المركبة الطائرة إي فيتول. ويأمل المصنعون أن تتحول السيارة الطائرة إلى منتج واقعي بحلول عام 2023. قالت إحدى الشركات الناشئة أنها تسعى إلى زرع جهاز بحجم العملة المعدنية بدون أسلاك تهدف إلى واجهات لاسلكية بين الدماغ والحاسوب، وذلك بتصميم خيوط مرنة أرق 10 مرات من شعر الإنسان بهدف علاج إصابات الدماغ، إلى جانب تمكين التعايش بين البشر والذكاء الاصطناعي.
واختبر تصميم على ما لا يقل على 19 حيواناً مختلفاً باستخدام الروبوتات بمعدل نجاح بلغ 87%، وذلك وفقاً للعرض التقديمي للمشروع. وقال رئيس الجراحين في الشركة دكتور ماثيو ماكدوغال إن أولى تجارب سريرية لشركة نيور إنك على البشر ستستهدف عدداً صغيراً من مرضى الشلل أو الشلل النصفي. افتتح شاب سنغافوري متجراً لبيع لوازم تربية النمل، ويبدو أن هذه المهنة الغريبة جداً أتت ثمارها، حيث يتوافد العشرات من الزبائن إلى المتجر ليشرح لهم صاحب المشروع كيف بدأ الأمر كهواية، ومن ثم حاول أن يجمع أكبر عدد ممكن من أنواع النمل، ثم تطور الأمر لتصبح لديه 10 مستعمرات، وافتتح متجراً متواضعاً يجمع هواة النمل لتبادل الاهتمامات المشتركة وإيجاد مكان يمكن للناس الحصول فيه على لوازم تربية النمل. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. راحة الحلقوم بالفلفل، نكهة جديدة ابتكرها التركي أوكاش ناجاش في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد. وورث ناجاش الذي يزاول مهنة صناعة الحلقوم والسكاكر منذ نصف قرن هذه المهنة من والده، ويحرص على تنويع منتجاته، حيث يصنع الحلقوم باستخدام العديد من أنواع المكسرات والفواكه إلى جانب الماء والنشاء والسكر. ناجاش قال إنه يعمل في هذا المجال منذ عام 1970، وما زال يعتمد الطرق التقليدية اليدوية في صناعة منتجاته رغم التطور التكنولوجي، وأشار إلى أنه فكر بابتكار نكهة مميزة ترتبط بكهرمان مرعش، فخطر على باله استخدام مسحوق الفلفل الذي تشتهر به الولاية مع الفستق العنتابي. نال الحلقوم المصنع بالفلفل والفستق استحسان الأصدقاء والزبائن، وكذلك نال إعجاب الكثيرين بطعمه الفريد المميز، حيث وصف الزبائن شعورهم أثناء تناول هذا النوع من الحلقوم بطعم حلو لأول وهلة، ثم يأتي بعد ذلك المذاق الحار.
السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن اضطراب الهلع أو نوبات الهلع. البعض يشعر فجأة بدون أي سبب، قد يكون شخص عم يشارك بحديث أو أثناء عمله أو حتى بالطريق يشعر بأنه تسرع بنبضات القلب والتنفس مترافقة بخوف شديد أنه ممكن يموت أو ممكن يصير له شيء. عادة المريض حالة الهلع الشديد تدفعه للذهاب بسرعة إلى المشفى، طبعا بعد ما يتم فحصه انه ما في شيء من الناحيه القلبيه. غالبا انه المريض بهالحاله يكون مصاب باضطراب الهلع، او قد احيانا هي اذا كانت نوبه واحده نعتبرها قد تحدث مع الجميع، لكن تكررها لمرتين صار اضطراب ويجب العلاج. عاده نوبات الهلع ليست خطيره، المريض يعتقد أنه راح يموت أو راح يصل لشيء، وحقيقة ما في شيء من هذا القبيل. هي لها أسباب نفسية وتعالج نفسيا. يعني المريض عادة مرض للأسف الشديد في بعض المرضى أنه قد يصل إلى أنه يجري قطرة قلبية. أنا شفت حالات من الشباب وصل إلى درجة أنه يعمل قطرة قلبية بسبب نوبات الهلع. يعني حتى المريض يتجنب هاي السلسلة الطويلة من الفحوصات والإرباك الشديد اللي بتسبب النوبة على حياته، يجب عليه التوجه فورا إلى الطبيب النفسي، لأنه الكثير من المرضى هذه النوبات تسبب له إعاقة. هو دائما خايف أنه النوبة تصير له بالطريق أو بأي مكان، فعادة هو بيصير مو قادر يروح على أي مكان إلا يكون عنده مرافق من الأصدقاء والأهل. ففينا نتخيل قديش مستوى الإعاقة اللي راح تسبب لها نوبات الهلع. أنا أرجع أطمن الأهل، أو هي عادة تصيب الشباب حقيقة يعني، وأحيانا حتى لدى الأطفال أو الكبار بالسن. بس عمليا مجرد أنه حدا شي مرة حس بهذا الموضوع وبعد ما أجرى فحوصات وأكدوا له أطباء القلبية أنه ما في شيء قلبي عنده عضوي، العلاج أحيانا أسهل ما يكون بالنسبة للمرضى، أحيانا بدون دواء، مجرد تدريبات سلوكية كافية للتخلص من نوبة الهلع. لأنه عدم علاج نوبة الهلع سوف يسبب عطالة بحياة المريض، وغالبا ما يقود إلى الاكتئاب. غالبا ما يحضر عندنا المريض على العيادة يكون بعد شهور من المعاناة، ودخل أحيانا باكتئاب وأدى إلى مثلا تأثيرات سلبية على حياته وعلى عمله. أحيانا شخص يلزم بيته بسبب هذه النوبة، بسبب الخوف من أنه تحدث له بمكان. ودائما المرضى يحاولوا يختاروا سكنهم قريب من المشافي، لأنه دائما يعتقد أنه هذه النوبة ممكن تصير، فبالتالي هو سوف يحتاج المشفى في أي لحظة، بدون أن يعرف أنه هذه الحالة هي نوبات الهلع أو البنك أتاك، هي حالة أحد اضطرابات القلق القابل للعلاج، وممكن يتخلص منها بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة من خلال مراجعته للطبيب النفسي.